كل شتاء نفقد ناس عزاز علينا، عائلات بأكملها توفات بسبب تسربات الغاز وانبعاثات أحاد أكسيد الكربون، وهذا بسبب الاستخدامات الخاطئة للغاز ومخاطرها. باش نوقفوا هذا المأساة لازم علينا كاملين اتباع إرشادات السلامة، استخدام أجهزة التدفئة مع توفير منافذ مناسبة للتهوية وعدم سدها أبدا حتى في الطقس البارد، تهوية المنزل أكثر من مرة في اليوم بهدف تجديد الهواء، مراقبة لون ألسنة اللهب داخل المدفأة، اتباع شروط السلامة عند تزويد البيت بسخانات المياه والحرص على تركيبه من طرف مهني مختص، التأكد من سلامة أجهزة التدفئة عند إعادة استعمالها، التأكد من سلامة المداخل والتحقق من عدم انسداد منافذ الهواء، فتح باب المرآب قبل تشغيل السيارة، تفادي شراء أجهزة التدفئة المقلدة والحرص على اقتناء الأجهزة المرفوقة بوثائق الضمان. إذا حسيت بأعراض غير مألوفة سارعوا إلى فتح النوافذ، وقف أجهزة الاحتراق، الخروج من المبنى، واتصلوا بالرقم الأخضر 14 أو 10-21 بالنسبة للحماية المدنية و 33-03 بالنسبة لمصالح صنع الغاز. غاز أحادي أكسيد الكربون، القاتل الصامت، بلا ما تحسوا به يهدد حياتكم.